السلام عليكم أصدقائي وصديقاتي، شنو أحوالكم؟ لاباس عليكم؟ إن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل. يا البنات، جيت اليوم بهالعصير اللي تراو فيه هذايا البنين برشا، حبيت نشارككم هالوصفة خاطر احنا توا ثاني عيد ونقبلوا بصفة كبيرة على المشروبات الغازية، فأنا قلت شوية عصير طبيعي كيما هكا بمكونات بسيطة يكون أنفع وأبن وألذ. هاو عن قرب نوريهولكم، تشوفوا كاللون والبنة والريحة، حاصيله كله فيتامينات ما شاء الله. طيب نبقيكم على خير، تتبعوا الفيديو واحدة واحدة وإن شاء الله يعجبكم. طيب البنات، باش ننطلقوا مع بعضنا في تحضير العصير متاع الغلال هذا المزيان واللي صحي بكله وخطير في المطعم متاعو. لهنا خذيت حبة جزر مسلوقة في الماء يعني مصموتة، أرتل فراولة، زوز حبات برتقال، كعبة زبادي معناها هي غرت بمطعم الغلال باش يزيدوا نكهة وبنة للعصير، أربع حبات تفاح، ولهنا كعبتين رمان مفصصين، رمان هاكا تراو فيه. باهي، المرحلة الأولى البنات باش نحي الزاست متاع البرتقال هذا بالمبشرة، خاطر هو اللي باش يعطيني النكهة متاع البرتقال. كيما تراو البنات لهنا هذا الزاست اللي حكيت لكم عليه، بطريقة مبسطة ناخذوا حبة البرتقال متاعنا ونبشروها بالمبشرة بالطريقة هذه، من غير ما نوصل للقشرة البيضاء، خاطر القشرة البيضاء هي اللي فيها المرار، هي اللي تعطي أكل مطعم المر. بعد البنات نقشر البرتقال متاعي ونتخلص من كل الألياف البيضاء، خاطر زاد الألياف البيضاء هذيك هي اللي تعطي المرار، ونتخلص زادة من القلوب اللي هو البذر متاع البرتقال. هاي البنات القشرة اللي لازمني نتخلص منها، الابيض هذا كل لازمني نتخلص منه على خاطر هو اللي باش يعطي المطعم المر، وزاد القلوب البذور. لهنا كيما تراو الغلال متاعي الكل حضرتهم وقصيتهم، هذا التفاح الجزر البرتقال والزيست. توا في المرحله الاولانيه باش نبدا بالفريز اللي هو الفراوله والرمان، نحطهم في الروبو، نحطهم الاولانيين في الروبو. بسم الله، البنات نضيف باقي المكونات الكل دفعة واحدة. بسم الله، التفاح والجزر والبرتقال وكزيست متاع البرتقال. في المرحلة هذه البنات نضيف كعبة الزبادي اللي هي اللي غرت بالغلال للعصير متاعي، ونعاود نركضه مرة أخرى. لهنا راهو العصير متاعنا حضر، حبيت نوريكم عن قرب اللون متاعو ما شاء الله والملمس متاعو. توا نسكبوه في الكؤوس. بسم الله، شوف ما شاء الله قداش خاثر، يعمل 66 كيف، والريحة متاعو اللهم صل على سيدنا محمد. والكل منفعة وطبيعي، غلال كلها فيتامينات تقي البدن من الامراض الكل بحول الله، وطبيعي 1000%، راه ما استعملتش حتى سكر، ما حطيت حتى حاجه اصطناعيه، كله طبيعي 100%. وهذا يا البنات العصير نتاعنا حضر، شوفوا ما شاء الله هاكا اللون ما شبو، هاو عن قرب نوريه لكم بالكدا حاصيلو، اللهم صل على سيدنا محمد. ريحته تشهي بكله فيتامينات، ما خير توا العصير هذا بالله والا الجازوز. مو في بالكم الكاس متاع الجازوز فيه تقريبا 6 طوابع سكر، الكل مذرة في مذرة، سيرتو احنا تقدم بينا العمر توا، ماذا بينا نستحفظ على صحتنا. على كل حال ان شاء الله البنات تكون العصير هذا يعجبكم، وان شاء الله تجربوه وبإذن الله ينال رضاكم. والغلال راهو مش بشرطه تنجم تعوضها بأي حاجة أخرى. باي باي، في الأمان، إلى اللقاء.